دايره عمر السبكي. تمام، التاسك اللي كان مطلوب السيشن اللي فات كان يو اس بي تو تي تي ال. طيب اول تعليق، يعني انت كده عملت الدايره انها تبقى شغاله ايه، ان انت تصنعها مش تعملها يدوي، صح كده؟ يعني كده البورده دي مش هتتعمل يدوي، لان انا قلت المره اللي فاتت لما جينا نعملها قلت هنخلي ايه، اي حاجه في التوب لاير زي المكثفات دي انا مش عارف الحمها من التوب لاير والبوتوم لاير، فهخليها كلها من تحت واعمل لها فايز خارجيه. تمام، نفس الكلام مع البين هيدرز اللي موجوده هنا دي. تمام، لان اللي انا ظاهر لي كده كله ان في حاجات متوصله توب عالي وحاجات متوصله بوتوم. شوف اللي بعدها دي البوتوم لاير. تمام، عامل بوليجون جراوند. ماشي، هو الدايود هنا ده يعتبر يعني ملوش لازمة هنا، يعني أنا شفت حد عامل نفس الدايرة برضه. الدايود هنا ملوش لازمة لأن اليو اس بي ده هو طالع ستاندرد أصلا من عندك من اللام، طالع متوصل البوزيتيف هنا والنيجاتيف إيه في الطرف اللي تحت كده. فالدايود انت لما تحط الدايود هنا يعني هيبقى كوست ومش مستخدمه او مش مستفيد بيه. ماشي، اللي او ال 3D موديل. تمام، دي دايرة باشمهندسة فاطمة، هي موجودة ولا؟ ماشي موجود. طيب انا هعلق على الدايره واحاول ايه تكون ايه متابعه كده. اول بقى الاول الفايز ما يبقاش فيه فايز تحت السيلف سكرين، او الاسماء المكونات او الرسمه بتاعت المكونات ذات نفسها ما يبقاش فيه فايز تحتها. تمام، نحاول نخليها بره عشان المصنع لما يجي يصنع ده بيعمل له مشاكل. تمام، هي نفس الوضع هنا، الاسماء هي برضو على البدات. نعمل برضو نبعد دي، نصغر الاسماء شويه. التراكات اللي هي زجزاج دي بلاش، التراكات اللي تحت برضو كده اللي هي واخدة زجزاج برضو تاني هنا اهي عشان تشوفيها. تمام، هنا نفس الوضع، وهنا يعني هو الموضوع مش في الزاوية 90 بقى، في الزجزاجات اللي موجودة هنا دي تعتبر زاوية 90 اللي هنا دي. تمام، فبس ده التعليق الوحيد على الايه، الزجزاجات اللي موجودة، وان التراكات ذات نفسها او الفايز ثواني حازم عشان ما ادخلش الكلام في بعض، الفايز تبقى ايه بعيد عن السلك سكرين. ليه ما نيجي هنا المواتير؟ ماشي، التراكات بتاعتها عريضة مفيش مشكلة. ونفس الكلام الزجزاجات اللي موجودة دي اللي تخلي بالك منها، تركات الباور تبقى كبيرة. ماشي، في برضه زجزاج تاني هنا اهو. تمام، ده التعليق ان التركات تبقى ستريت او 45 او كيرفد. ولما نقول كيرفد ما لاقيش الناس بعت التركات كلها عاملين التركات كلها كيرفد. تمام، يعني جزء من التراك يبقى كيرفد مفيش مشكلة، انما مش كل البوردة تبقى كيرفد. عادي، هي مش هتزعل في حاجه يعني. الفوت برنت دي مش بتاعت المقاومه المتغيره، دي كده مقاومه ليها 5 اطراف. تمام، انا كنت علقت السيشن اللي فات مش عارف كنت حاضر ولا لا، ان بلاش نحط المكونات كلها ايه في البوتوم لاير، الاسم دي يفضل نخليها في التوب لاير عشان نبقى شايفين المكونات لو حصل فيها حاجه، حصل لها سخنت ولا حاجه الكلام ده كله، يبقى اي مشاكل هتحصل يبقى احنا شايفينها. حازم ماشي، تعليق. بص يا حازم، التراك اللي هنا ده انت نزلت من نص البدا كده ورحت جاي ساحبه هنا، تفضل ان انت تطلع بيه زي ما قلت، تطلع بره البدا شويه وبعد كده تنزل تحت، يا اما 45 او كيرف زي ما تحب. الزجزاج اللي هنا ده هو كنت كملته، يا اما ستريت كملته ستريت على طول وانت جاي من فوق كده، كنت هتبقى برضه بعيد عن دي عادي. تمام، نفس تعليق العمر ان انتوا
اتعاملتوا ان انتوا كده هتلحموا هتعملوا البوردة مش هتتصنع يدا، يعني دي هتتصنع بماشين وكده. ماشي. تمام، ده 3 دي موديل بتاعها. أحمد سامي. أنا يعني حاسس بتركات النار رفيعة أوي، بس مفيش مشكلة يعني. في أنا حاسس إن هنا في بتين فوق بعض، وهنا في بتين فوق بعض، ولا دي كود برنت مختلفة؟ يعني لو انت سامعني ممكن انت تتأكد من دي عندك على البرنامج. المقاومات انت حاططها في اللاير اللي تحت. ماشي. التركات دي رفيعة قوي، يعني التركات دي انت عامل التركات مثلا كام؟ نفس التعليق عليه اللي انا على طولهم، ما تحطش الاسم فوق الباد، ما تنقلش اسم المقاومة الالكتروني فوق الباد. لا ده هيكون مش 4 من 10. لا 4 من 10 ولا 4 من 10؟ ماشي 4 من 10 أو 5 من 10 ماشي. إنما لو أقل من كده يعني أنا شايف التراك ده رفيع مقارنة باللي قبل. يعني بص ده هنا التراك مثلا كبير، التراك كبير. ماشي. انت هنا حاطط الكريستالة في الدلتو بلاير. ماشي. قلنا لما يبقى عندنا مشكلة زي دي كده الجراوند مش داخل للجزء اللي جوه ده كله، بعمل كذا فايا هنا كده 3 4 فايا مثلا يوصلوا لي الجراوند ايه من اللاير اللي تحت لللاير اللي فوق. تمام. تمام. دي برضو طبعا صح. سامعني دي تبعك برضو. بص تعليق تركات الباور، تركات الباور دي رفيعة. تمام. احنا حاطين ديودين او حاطين بتاع ده، حاطين 2 ريجليتور عشان نقدر ناخد تيار عالي. فلما نيجي نوصل بقى تراكات نحط تراكات كبيره بحيث ايه نقدر نستفيد فعلا بالتيار اللي بيبقى خارج من الريجليتورز دي، ما بقاش انا حاطط تيار عالي وصغرت التراكات فتتحرق مني او ما استحملش الباور اللي هيبقى خارج. ماشي. هنا في زاويه 90 اهي، مش عارف شايفها. تمام. نفس التعليق اللي علقته للشباب اللي فات، تراكات الزجزاج بلاشها. تمام. الاسماء ما يبقاش فيه اسماء فوق الفايز او في فايا تحت سلك سكرين لاير. تركات المواتير تبقى كبيره لان ده هيبقى متوصل على مواتير. تمام. الاربع تركات اللي هنا دول اللي هم متوصلين على الريستات دول. تمام. هنا ده ايه، دول الاطراف بتاعت الانالوج، يعني بلاش تحطهم في نص البورده عشان هتبقى عامله زي شبكه العنكبوت. احنا قلنا الكونكتورز من الرولز ان انا برص الكونكتورز ايه على اطراف البورده، ما بقاش انا حاطط الكابل في نص البورده وطلع عامل زي الشجره كده من النص. انا عايز الكونكتورز كلها على الاطراف. تمام. فين ال ماشي المقاومة متغيرة. تمام. هنا بيبدأ يبان بقى في فايس تحت السلك سكرين لاير. هنا اهي 2. هنا الأسماء على البدات، هنا الأسماء تحت البدات، وهنا برضو. تمام. ده المفروض إن هو التوب لاير. ماشي. البوتوم لاير تكاد رفيعة، بس يعني التراك ده بقى أرفع. يعني لما تبقى شابت يعني ممكن تبدأوا بتراكات رفيعة وبعد ما تعملوا راوتنج للبوردة بقت كل راوتد. تمام. مش مشكلة يعني نبدأ مثلا ب 3 من 10 مللي أو ب 4 من 10 مللي،
عملت راوتنج للبورده ولقيتها تمام مظبوطه معاك وفي مساحه لسه، ابدا كبر التراكات، ده مش هيزعلك في حاجه. التراك كل لما يبقى صغير قلت لك بيبقى عباره عن مقاومه. انت ماشي في طريق بيشيل 10 عربيات، جيت انت رحت جاي مصغر الطريق ده خليته يشيل 5 عربيات بس، انت كده عملت مقاومه. احنا مش عاوزين ده. انما انا لو عندي 5 عربيات عايزين يمشوا، جيت عملت لهم طريق يقدر يشيل 10 عربيات، خلاص مش هيبقى عندك اي مشاكل في اي حاجه. محمد عبد الظاهر، انت عارف انا لما بشوف البورده بتاعتك مش عارف اقول لك انت تمام، انت هو فين؟ مش تمام ولا لا؟ مش موجود في الميتنج؟ طيب لو انت لما تيجي تتفرج على الميتنج انا ان شاء الله بلاش لون الشمعدان ده، لان انا اقسم بالله لابس نظاره والنظاره بايظه، انا ببص للدوائر فبقى عيني بتبقى مأذيه من الالوان ذات نفسها. موجود؟ بلاش الوان الشمعدان دي يعني، فضلا وليس امرا. خلينا في الالوان الستاندرد، اللون الازرق، اللون الاخضر، اللون الاصفر، فاهمني؟ الالوان اللي هي ستاندرد موجوده، اللون الابيض كده. ولما تيجي تحط ابيض ما يبقاش ابيض فاتح والسلك سكرين ابيض، يعني السلك سكرين يبقى اسود والابيض ايه اللي هو السولدر ماسك. تمام. انا مش عارف ابص على التراكات صراحه عشان انا هعلق لك عليها، بس انا مش شايف، يعني مش شايف اي مشاكل فيها لحد ما. تمام. يعني لو في بس اسماء انت حاطط اسماء فوق بدات ولا حاجه دي اللي تخلي بالك منها، ونفس التعليق اللي علق الشوال دي برضه مش مهندسه غاده حسين. ماشي. تمام. حطيت المكثفات هنا اتش ام دي صح؟ يعني مكثفات هي 22 بيكو، وهنا 22 بيكو، ومكثف 104 103. احنا كنا حاطين المكثفات تي اتش تي على الاقل عشان احنا ضامنين انها موجوده في السوق، يعني احنا بنيجي البورده دي احنا ننزل ننفذها عملي في الورشه، فضامنين ان المكونات موجوده في السوق. فانا مش عارف بقى هل انت شفت المكونات دي موجوده ولا لا، خاصه بالمكثفات دي، شفتي موجودة الاسم دي موجود في السوق ولا لا؟ لو موجودة خلاص ما عنديش مشكلة في أي حاجة. ده إيه؟ أنت هنا كبرت التراكات أوي، شايلة سيجنال التراكات بتاعت الباور. تراك الباور ده هيمشي فيه جهد، يعني هيسحب تيار عالي، إنما تراك السيجنال ما هو إلا كارير أو حاجة بيتحمل عليها الإشارة اللي أنا محتاجها بس. يعني 5 فولت دول بيبقى ماشي 10 مللي أمبير مثلا في التراك. اقصى حاجه بيمشي في التراك 20 مللي امبير، مش تيار عالي قوي. فانا بس مجرد ان انا ايه 5 فولت دول بحمل عليهم الاشاره اللي انا عايز ابعتها. تمام. ف يعني مش كبيره قوي دي، يعني بلاش التراكات تبقى عريضه قوي للدرجه دي. يعني لسه كنت بعلق الواحد من بردتين قدام كنت بقول له كبر التراكات، هنا صغير التراكات، يعني اللي هو ايه خليها ستاندرد، اللي هو ما يبقاش كبيره قوي ولا صغيره قوي. تمام. تمام. الكليرنس زي الفل، ممكن تكبر الكليرنس شوية ده لو عاوز، انا مش عاوز خلاص. هي كده كده دي لو هتتصنع مش هينفع تصنع هدف، هتتصنع بماشين. تمام. لان الكليرنس الصغيرة قوي دي لما تيجي تطبعيها مش فيه. تمام. هتلاقي التركات طالعة متوصلة مع الدوبة من الخارج. ماشي. 3 دي موديل زي الفل. باشمهندس عمر وانديل، نفس التعليق اللي علقته لعمر. بلاقي الدايت ده يعني وجوده هنا مش هيفرق معايا في حاجه، لان انا كده كده الكونكتور اللي طالع لي اليو اس بي ده هو طالع ستاندرد، يعني هو طالع لي ستاندرد كده مش هيتبدل في اللاب اصلا. تمام. الا لو انا عامل التصميم غلط وانا موصل غلط في التصميم. قلنا نخلي المكونات الاس ام دي تبقى في التوب لاير عشان ابقى شايفها. تمام. بس ما فيش مشكله لو عملناها في البوتوم لاير، يعني بس هنا لما تبقى موصله كده الليدات دي هتبقى تحت، ما انت مش هتبقى شايفها اصلا وهي في عمليه، لو في عمليه كوميونيكيشن بتتم مش شايفه التراكات دي وهي ايه بتوصل. ثانيا دي لو هتتعمل يدوي دي مش هينفع تتعمل يدوي لسبب ان التراكات رفيعه. الحاجه الثانيه هنا دول مثلا الكونكتور اللي هنا اللي بره ده كله متوصل بالبوتوم لاير، فده ينفع يتلحم من تحت،
المكثفات دي في منها الملحوم في التوب لاير ومنها في البوتوم لاير، فانا مش هعرف الحم لو انا هعمل يده، ومش هعرف الحم فوق وانا مركب المكونات من فوق، دي مكونات تي اتش تي. فالمره اللي فاتت قلنا مش المشكله دي تتحل ازاي، ان انا اخلي مكونات التي اتش تي كلها من تحت، ولو عايز اوصلها باللاير اللي فوق اعمل لها فايز بعيد عن المكون الالكتروني بنفسه. تمام، المكونات اللي هي ظاهره في البوتوم لاير دي او ده التوب لاير، الله اعلم ده التوب لاير صح. تمام، بلاش تراكات رفيعه قوي دي برضو نفس التعليق، يعني ما تبقاش رفيعه قوي ولا كبيره قوي، ده البوتوم لاير. تمام، انا كده يعتبر ثانيه، لا مش تمام، وده ايه هو اليو اس بي برضو ما مقلوب صح، يعني اليو اس بي كده معمول من تحت اهو، معمول له ميرور. هو كده بالوضع ده انت خليتي التوب بوتوم والبوتوم توب، فمفيش مشكله ده تبقى شغاله برضه عادي، شايفه اللي ده من الناحيه اللي فيها ايه اليو اس بي. طيب احنا كده يعتبر في حد بعت دواير انا ما علقتش عليها، الشباب حد بعت دواير ما علقناش عليها، بعت لحازم متأخر. طب انت بعت لي حازم اللي هو بعته؟ ثواني ما بعتليش. لا أنا وبعتها أهو، في حد تاني بعد غير أحمد قنديل؟ تمام، أنت عاكس الكونكتور يا مهندس، يعني انت مخلي اليو اس بي كده مقلوب لناحيه جوه مش لبره، فاهمني؟ يعني المفروض البدات دي بتبقى ناحيه جوه، والفتحات التثبيت دي بتبقى بره. انا عايز اجيب لك بورده تانيه من الكانو كده اهي، فهمت قصدي؟ فتحات دي فتحات تثبيت بيبقى فيها اجزاء بلاستيكيه عشان تثبت الكونكتور. تمام، ودي البدات بتاعت اليو اس بي ذات نفسه. مكثفات تمام، الاسم مبيبقاش تحت البادة زي ما علقت على الدوائر اللي فاتت. ماشي، باور كابسترز ماشي. هما صورتين زي بعض، انت بعت صورتين توب بس او صورتين بيتهم بس تقريبا. ماشي، احمد عندي البرودي دايرة الموتور درايفر ده تقريبا ده اهو، ده الدي سي جاك صح؟ تبعت لي البورده دي وانا علقت عليها قبل كده، لكن الدي سي جاك ده مش زي اللي معانا، هتغيره اللي يكون فيه ليه ثلاث فتحات اللي موجود في السوق. والمقاومه اللي هنا دي انا معلق على البورده دي المره اللي فاتت، المقاومه دي مش هي اللي احنا مستخدمينها. تمام، والزجزاجات اللي موجوده برضه هتعدل عليها، تكبر تراكات المواتير، الريزستات مش نفس الفوت برنت اللي مستخدمينها، الفايه اللي تحت الاسماء بلاش. تمام، دي مبعوثه للصورتين مبعوثين لنفس اللير، خلي بالك. تمام، خلونا بقى، حد عايز يسال في حاجه ثانيه؟ طيب لما نبدا نشوف كده لو حد سال في حاجه فوق انا ما ردتش عليها.
في حد يا جماعة كان بيسأل في حاجة وأنا مردتش عليه؟ عمدة. أيوه وينفع اعمل بيع على بدا لو وصلنا عليها دول؟ ينفع تعمل ايه؟ اعمل بايع على بدا لو وصلنا عليها دول. لا بصوا يا شباب، لو انا موضوع التوصيل اليد والبايا والبادا ده، انا لو عندي بادا يعني الصور اللي انا كنت موريها لكم كده، عايز الناس تكون مركزة معايا كده. بس شايفين الصورة اللي قدامكم دي؟ المفروض الهول اللي هنا دي فايا، الفايا دي موصلة دبل لاير مع بعض، يعني اللاير اللي فوق مع اللاير اللي تحت. دي لو انا هعملها هعملها يدوي، بعملها يدوي ازاي؟ لو انا هوصل الاثنين، يعني حازم كان بيقول لي انا هعمل الفايا دي يدوي هعملها يدوي ازاي؟ بعمل نفس الثقب ده كده، بس باجي احط سلك والحمه فوق وسلك والحمه، ونفس السلك بلحمه ايه في اللاير اللي تحت. طب انا لو جيت هنا في المكان اصلا انا المفروض هلحم في المكون ولحمت سلك، مش عارف احط المكون الاس ام دي اصلا، فاهمين قصدي؟ فدي مشكله ان انا ايه، لو هعمل فايا زيادوي بخليها بعيده عن المكون الالكتروني بره. تمام اهي الفايا اهي، ده شكل الفايا، تبقى هول كده معمول لها ترسيب نحاس من جوه بحيث توصل للاير اللي فوق مع اللاير ايه اللي تحت. في انواع تانية منها بقى، دي بتبقى دي بتكلف اكتر في عملية التصنيع ذات نفسها، ان الفايا تبقى بالشكل ده كده، مش هتشوفها زي اسطوانة كده او سلندر مفتوحة، انت هتشوفها ايه، عبارة عن باد بس من فوق كده، والباد دي كده كده متوصلة مع اللي تحت بس مقفولة، بيسموها تنتد، او ان هو ايه، ان الفايا ذات نفسها متغطية يعني، تمام، او كاب زي ما تسموه. تمام نبدأ في السيشن بتاعت النهاردة. حد عايز يسأل في حاجة تانية قبل ما نبدأ؟ شباب حد عايز يسأل في حاجة قبل ما نبدأ؟ يعني توكل على الله. ممكن نحاول ايه، مش فاهم. مصطفى تقصد ايه بحيث ان انا اقدر ارد على سؤالك؟ هو الموضوع هيطول وانا بكتب، فانا سؤالي ايه؟ هو انا ممكن احول سكيماتيك ديزاين مثلا معمول على الالتيوم اشغله على ايجل او العكس؟ مش عارف، يعني انا ما جربتش الصراحه، يعني ما اقدرش افيدك في الحته دي، بس لو انت عندك البرنامجين او لو حد مثلا شغال على الالتيوم وعنده ايجل ممكن يجرب الموضوع ده، بس ما اعتقدش ان انت ممكن تقدر تفتح نفس التصميم على برنامج، لان ده بيبقى اختصار، ده ليه اختصار وده ليه اختصار، ده ليه لايبريز وجريد وابعاد مختلفه، وده ليه لايبريز وجريد وابعاد مختلفه. عشان كده الشركات لما بتيجي تطلب شغل فريلانسنج بيبقى محدد هو عايز على برنامج كاد معين ايه، فاهمني؟ هما بيبصوا لحته الانتجريشن دي. هو انا بس اصل انا مش عارف اعملها على الالتيوم، انا عندي الاثنين بس انا اللاب بتاعي مش قادر، يعني مش بيشغل الالتيوم اساسا، بس انا كده دورت فعرفت ان هو في كده اكستنشن مشتركه ما بين الاثنين، فبس انا حضرتك الكلام ده صح ولا غلط؟ انا ما جربتش الالتيوم بس يعني في بتكلم مع يعني في حاجه كده تانيه، وهو شغال على الالتيوم وانا شغال على ايجل، فاحنا مش عارفين نربط بعض كويس. تمام انا بقول لك، لو نفس لو البتاع ده الفايلز اللي بتطلع نفس الاكستنشن تقدر تقراها على الالتيم، خلاص مش هيكون عندك مشكله في حاجه.
بس انا ما اعتقدش ان الفايلز اللي بتطلع من هنا تقدر تفتحها هنا بدون مشاكل، لازم تلاقي في اختلافات او حاجه فيها مشاكل، فاهمني؟ يعني الشركات اصلا ما بيدوروش في حته الانتجريشن دي، ان البرامج كلها تبقى انتجريت مع بعضها، لا ده كل واحد فيهم عايز يتفوق في الجزء بتاعه، يعني ما حدش عايز فيهم يبقى البرنامج التاني احسن منه، او ان الفايلز بتاعته تفتح على البرنامج التاني. طيب بص يا شباب، طيب ده المفروض ان شاء الله السيشن اللي احنا فيها دي نشتغل. احنا السيشن اللي فاتت اشتغلنا على ايه؟ السيشنات اللي فاتت عامه بدأنا خالص بحاجات بسيطة اللي هو ليد مع المقاومة، بعد كده اتنقلنا للي بعده، مثلا كان دخلنا في الاي ار تقريبا، بعد كده عملنا اردوينو شيلد، بعد كده عملنا اردوينو كامل، بعد كده عملنا يو اس بي 2 تي تي ال. المرة دي بقى ان شاء الله هنعمل حاجة مور ادفانسد شوية، هنستخدم كنترولر اس ام دي، بس الكنترولر المرة دي مش كنترولر عادي زي 328 اللي هو كان اي في ار بس 50 رجل مثلا بس، او 50 رجل تقريبا، اه 50 لا اعتقد، ثواني خلينا نشوف. اعتقد اكتر من كده، لا اقل من كده كمان، 32 رجل، تمام؟ ده اللي هو الاتم جت 328 اللي احنا استخدمناه السيشنات اللي فاتت، ده اس ام دي برضو كام؟ 32 رجل، وكل جانب في كام رجل؟ 8 رجول. المره دي هنستخدم اي سي في كل جنب في 25 رجل، تمام؟ الاي سي كله، الاي سي ده يعني لو انت زي ما انتم مثلا شايفين ان ده دلوقتي في 100 رجل، الاي سي اه هو نعم في 100 رجل، بس الاي سي حجمه صغير، يعني الاي سي اصلا تقريبا حوالي 1.5 سم في 1.5 سم، يعني لو احنا جينا نشوف الميكانيكال دايمنشن بتاعه ادي الميكانيكال دايمنشن اللي هي الاي، اقصى حاجه الاي اهو تقريبا 16 مللي، النومينال بتاعه 16 مللي في 16 مللي، يعني 1.6 من 10 سنتي في 1.6 من 10 سنتي، اللي هم ال 100 رجل، تمام؟ اللي هو اكبر من 328 بحاجه بسيطه. والحاجه الثانيه اللي انت يعني يهمك الداتا شيت، مهمه قوي ان انت تعرف منها اللي هو الميكانيكال دايمنشنز دي، تمام؟ انت لو جيت لو جينا نشوف مثلا الباده بتاعته عرضها قد ايه، دي اللي هي البي اهي، البدا 27 من 100 اقصى حاجه 27 من 100 مللي، يعني تقريبا اقل من 3 من 10 مللي، عشان لما سعادتك تيجي تعمل التراك هتختار التراك كام؟ 2 من 10 مللي، مش هينفع تختاره اكتر من كده، تمام يا شباب؟ هنختار المينيمم تراك ويدث بناء على ايه؟ حجم البدا. طيب المسافه بين بتين اتنين كام؟ المفروض ان انت تشوف بقى الاي دي، هتطرح منها ال 27 من 100 مللي، الاي بيقول لك الاي ان هي كام؟ نص مللي، النص مللي ده هتشيل منه 27 من 100 مللي، اتبقى لك كام؟ تقريبا 25 من 100، يعني انت برضه هتخلي المينيمم تراك ويدث 2 من 10 مللي، والكليرنس بتاعتك تبقى برضو ايه؟ 2 من 10 مللي، تمام؟ عشان الناس لما هنيجي نحط الديزاين رولز احنا بنحددها زي ما قلت بناء على اصغر مكون الكتروني اس ان دي موجود معايا، لان انا لو حطيت الكليرنس اكبر من كده والتراك ويدث اكبر من كده حاجه اوصل هيديني ايرورز، التراك مش هيرضى يتحط اصلا لان البدات قريبه قوي من بعضها، تمام؟ وبالمناسبه انا عملت الدايره دي ولحمتها بكوي عادية خالص يدوي من غير أي مشاكل وشغالة الحمد لله، جمعت منها 3 بوردات وشغالين. طيب خلينا نرجع لل
نفتح الايجل بتاعنا. السيشن دي ممكن تطول شويه، ممكن نقسمها على فيديوهين، ممكن نخليها على سيشنين، مش مشكله. بس انا المهم بالنسبه لي ان الناس تطلع باكبر قدر من الاستفاده. يعني انا الحاجات دي انا عملتها قبل كده، يعني انا كمان مش الموضوع مش هيعود عليا بحاجه. انا اللي يهمني الناس اللي بتحضر السيشنات. انت لما تطبق بايدك انت اللي هتستفيد، مش انا اللي هستفيد. فين في برضه هنا عايز اوريكم برضه، يعني برضه ثانيه اللي سمارت روم. كنت اوريها لكم في اول السيشنات. عايزكم بس زي يعني تتخيلوا البورد عاملة ازاي، تخيلين التراكات. يعني لو انت جيت اشوف تراك كده من دول، انت حاطط الويتس 3 من 10 مللي، ده في البوردة دي انت عاملة 3 من 10، بس انا كنت فاتح اللايبراري ومعدل حجم البدات مخليها 3 من 10. البوردة دي 84 خط سمارت هوم، 84 خط. المفروض ان احنا منتظرينها توصل من الصين يعني ان شاء الله. بس اصلا حاجة شكل البوردة احنا مش هنعمل حاجة زي كده قوي يعني. انت بقى ممكن ايه يعني، احنا هنستخدم الكنترولر 2560 اللي جوه ده، وانت بقى بعد كده ابدا براحتك بقى زي ما انت حابب. تمام، يعني انتوا بتعملوا بيه اللي انتوا عاوزين. شيل البلوجن، شيل البلوجن. اشمعنى شيل البلوجن؟ طب ما انا ممكن اخفي لك الليرز وتشوف، يعني اخفي لك البوتوم لاير يعني وتشوف التوب لاير. ادي التراكات اهي، ورغم ذلك مش هتلاقي تراك زاوية 90 درجة مثلا ولا الكلام ده. يعني خلينا نخفي اللايرز كلها كده، اظهر لك حلو كده. دور بقى مثلا على تراك كده زاوية 90 مثلا، مش هتلاقي حاجة معمولة بزاوية 90. شوف التوب لاير مثلا، تمام دي مش زاوية 90، يعني دي فيها فاية أصلا هنا أهي. تمام، هتلاقوا برضو تركات الباور أهو اللي تحت ده باور أكبر من السيجنال. اه كلها مانوال راوت والله. دي قعدت اعمل قعدت 24 ساعه بعمل لها راوت والله العظيم 24 ساعه. عايز اوريك شكل الاسكيماتيك. بص الاسكيماتيك عامل ازاي. ده الكنترولر النص ده، دي كونكتورز، دي دور الانترفيس بتاع الكونكتورز الخارجيه، ده الاي اس بي، جزء الباور. تمام، فانا بحاول افتح لكم افكار وانتوا بقى ايه تعيشوا. يعني بحاول اشرح لكم اكتر من كنترولر، المشاكل اللي ممكن تقابلكم لما تيجوا تستخدموا الحاجه دي، ازاي تحددوا البنات بتاعتها، الكلام ده كله. وشرحنا اليو اس بي تي ال، وقلت لكم المشكله اللي هبتني فيه بعد ما خلصت البورده وحليتها ازاي والكلام ده. خلينا نقفل بقى ده، مش عايز اعدل حاجه هنا. بجيب برضو البورده الثانيه اللي انا كنت اللي عملتها واتصنعت فعلا وجت لي واتقفلت واشتغلت. شوف برضو ال دي اللي انا كنت وريتها لكم السيشن اللي فاتت، ده شكل الكنترولر اهو.
حاجة كانت ولا كام؟ 3 من 10 مللي. فهمت في حاجة؟ احنا هنا التراك البدا كام؟ البدا 27% مللي، فلازق البدا اللي هي بتاعت الاي سي ذات نفسه، يعني رجل الاي سي عرضها 27% مللي. اما هتيجي هنا البدا بتبقى لازم تبقى اكبر من الاي سي، يعني لازم تبقى اكبر من رجل الاي سي. تاني رجل الاي سي 27% مللي، هنا البدا هتلاقيها 3 من 10 مللي، يعني ده التراك اهو واخد عرض البدا كلها كام؟ 3 من 10 مللي. تمام؟ لو انت جيت تشوف الديزاين رولز كده اللي كانت محطوطه تلاقي الكليرنس 2 من 10 مللي تقريبا، حاطط كله ايه؟ 2 من 10. ماشي يا عم، اعمل وابعت يا سيدي. انا نفسي والله الناس تعمل حاجه كده، يعني اشتغلوا من دماغكم، ما تستنوش حد يقول لكم اعملوا او يدي كنترولر او يقول عايزين تاسك معين للحاجه دي. اتمنى. تمام، خلينا نقفل دي. نخلي البدا ازاي 3 من 10 مللي؟ نخلي ايه؟ نخلي البدا ازاي بتاعت الاي سي 3 من 10 مللي؟ هي بتبقى جايه اصلا، انت لما تيجي تفتح اللايبراري هتلاقي البدا متظبطه اوتوماتيك على كده. انا خلينا اعمل بروجكت جديد فايل، انا جيت على بروجكت هعمل نيو بروجكت. تمام، ده سيشن 3 من 10. ماشي، واعمل نيو سكيماتيك. تمام، هاجي اضيف الكنترولر بتاعي. اول حاجه هنزل 2560. تمام، ان شاء الله البروده اللي هنعملها دي اي حد شغال اي في ار هتبقى كويسه بالنسبه له، لان احنا المره دي هنتعامل مع الكنترولر كان هو ايه، اي في ار كنترولر مش اردوينو. احنا هنطلع بورتات، البورت بقى عباره عن 8 بنات، انت ممكن تشغلهم وتفصلهم مع بعض. الناس اللي اشتغلت برمجه اي في ار او اي مايكرو كنترولر عارفين ان انت لما تتعامل مع البورت تتعامل مع البنات بتاعته كلها. تمام، فانا هاجي اقول له مثلا انا محتاج ميجا 2560، وبحط نجمتين عشان اي حاجه فيها جزء من الاسم او الاسم يجيبها لي. تمام، جاب لي كذا شكل اهو، وادي شكل تاني، شكل تالت. تمام، ممكن نستخدم السبارك فان عندها ده، اقول اوكي، وادي نزلت كده ايه، ادي الكنترولر بتاعي. ممكن اجي كده، هو موجود فين؟ سبارك فان لايبراري اسمها سبارك فان اي سي مايكرو كنترول. ممكن اروح افتحها كنترول بانل كده، كنترول بانل بتاعت البرنامج ذات نفسه، اجي على اللايبراريز، سبارك فان مايكرو كنترولر، شوف ال 2560. تمام، واضغط عليه دبل كليك وافتح اللايبراري. يعني انا مش عايز اضيفه. عايز اروح للبي جي اي، بيتعمل ان انا هضيف الاي سي في الجهاز مكتب.
library. Print. بص يا حازم، طب بتقول لي بقى لو انا عايز اعدل على الباقي ممكن كده اجي دي شكل دي البادة بتاعتي اللي هي لونها احمر دي، بعدين عشان بالمايل اقول له كده فيو جريد خليه بالملي. يعني عايز اجيب لك حاجة البدلة نفسها، البدلة كام؟ 3 من 10 مللي، تمام اهي 3 من 10 مللي حجم البدلة، في 1.5 ده اللي هو الطول بتاعه. تمام يا حازم، دي البداية. عايز تكبر بقى ممكن دي كده من هنا تغير دي، عايز تعرض مثلا البداية تخليها 4 من 10 مللي، تمام انا رجعت تاني زي ما كان. تمام يا حازم، رديت على سؤالك كده، لو انا عايز افتح اي لايبراري واعدل عليها ومجرد ما تعمل كنترول اس هتتسيب. تمام، خلينا نرجع للتصميم بتاعنا. طيب نزلنا الكنترولر، اهم حاجه بعد ما نزلنا الكنترولر بقى ايه؟ كريستاله. نزل الكريستاله، المقاومات المكثفات ال 22 بيكو، السويتشات بتاعت الريست وهكذا. مش فاهم هو الناس اللي خرجت دي، طب انتوا كنتوا حاضرين ليه يعني؟ عادي انا يعني مش بحاسب الناس اللي بتحضر او لا، اللي مش عاوز يحضر من البداية ما يحضرش عادي. انا على سبورك فانا على طول. لو حد عايز يخرج يا شباب عادي يعني، الموضوع ما فيهوش اي مشكلة. برفان كلوبس انا احطها هنا كده، محتاج سبارك فان كاباسيتورز اجيب 22 بيكو. زيرو 3 0 6، انا هنزل اجيب بقى من الجينيريك لايبراري تحت، يعني دي الجينيريك ريزستور اهي، هجيب منها المقاس اللي هو ايه 12 0 6، بحيث ان انا اقدر امسكه واعرف الحمه بالجفت عادي لو انا هلحم قوي. دي هنزلها عشان الريست مع بريس 4 طرف، بريسات عارفين بتكون موجوده في السويتش اوميرون، تمام اول سويتش اهو.
والله اوكي بدأ كده ايه الخاص بالريسيرش دي كده الاساس باقي لي ايه الكاباستور سبارك فان اجيب المكثفات الواحد من عشرة عشان فلتر لي النويز لو في نويز تمام ودي هنحتاج منها كتير يعني ممكن ننزل شوية كده هنوصل كل واحد وقت ما نحتاجه تمام لأن في حاجات مثلا نحتاج نوصلها مع الـ A reference الـ ground تمام طيب خلينا ناخد نوصل الـ connections الأساسية كده بالنسبة لنا الأول فأنا أقول له ده كده مع ده مع بعض اجي اوصل اجيب السبلاي محتاج ايه بوزيت الخمسة اهو محتاج الجراوند وصلت كل المكثفات على الجراوند باقي الطرف الثاني هبدأ أوصله زي ما أنا حابب الطرف ده يتوصل بالريسيت السجل الأول هفعل ده كده مصدر كلير ام سي ال ار هيجي برضه اسمي ده هنا ريسيت اهو بدل ما اقعد اسمي بقى الميت ريج لو طلع ليبل من الميت ريج زي كل مره جاي اعمل كليك يمين بريك اوت بنز واقول له طلع لي ايه البين نيم اقول له اوكي تمام طلع لي كل ايه بنات اهي اسمائها ترتيبها كل حاجه حاجه اخد دول كده مع بعض سي بس اوكي دول كده مع بعض جراوند واحد بس اقول له ايه احط هنا جنكشن سي جنكشن سي جراوند بعد ليك دول كده يكفي واحد بس في ده كان اسمه بوز نجيب له بوز خمسة على طول من هنا كده جبت برضو ال ABC باك جراوند الـ A reference ده هنجيبه مع القصة هنا كده
له ده ايه ريفرنس، عشان لو في اي نويز على الانالوج ريفرنس يوصله لي الجراوند. كريستال 1 وكريستال 2 دول طرفين الكريستال، فاجي هنا على الطرفين دول واسمي ده كريستال 1 اقول له اوكي، وده كريستال 2 اقول له اوكي. ممكن كده اجيب بقى ايه فاليو كذلك بالنسبة لدينا 16 ميجاهرتز. طيب وصلنا كده التوصيلات الأساسية، محتاج بقى إيه تاني؟ وصلنا الـ ABC والجراوند، وبقيت بالنت الـ ABC متوصلة والجراوند برضه متوصل بالنت الأنالوج هنا. بنات البرمجه، يبقى انا اهم حاجه بالنسبه لي اي كنترولر قبل ما ابدا اتعامل معاه بنات الباور، هي ليها بنات ايه البرمجه. هاجي هنا كده اسبارك فان كونكتورز، اسبارك فان كونكتورز اي في ار اس بي اي 5 في 2 تمام، اخد اي واحد منهم يعني اي شكل اللي انت حاول، يعني اختار مثلا اول شكل ده لو 5 في 2 ثرو هول تمام، اقول اوكي. ده كونكتور الاس بي اي خاص بعمليه البرمجه بالبرنر اللي انا برفع بيه الكود تمام، واجي اوصل هو كاتب لي اهو دول متوصلين مع بعض. ممكن اروح جاي اعمل ايه كليك يمين بريك اوت بنز طلع لي بالنيم اوكي تمام. هاجي هنا اروح جاي ايه البنات اللي انا عايز اوصلهم كلهم ببعض ديليت كده هو اللي ده كلهم ديليت كده كمان ده كمان تمام، بغير النيم ده خلي جراوند بس البي سي ده كان متسمي بوزيتيف 5 فولت، الموزي ماشي ميزو اس سي كي، الريست ما كناش مسمينه ريست كنا مسمينه ماستر كليك، ان سي ده يعني ما بيوصلش ده كونكت ده معاه ماشي. ايه تاني؟ نيجي بقى نشوف بنات الميزو والموز عشان نسميهم بنفس الاسماء. اهو ادي الميزو اهو، نسمي ده كده ميزو تمام، سمي ده موزي، سمي ده اس تي كي تمام. هدول كده كام بناه الميزو والموزي، ادي الموزي وادي الميزو وادي الاس تي كي والمصر كلير وصلناه، وده نوت كونكت ودول جراوند كلهم، وده 5 فولت تمام. ممكن اغير اسم ده بالمره، احنا هنا شيل الاسم بقى الفاليو، انا مش عايز الفاليو او اللي بتبقى ظاهره لي الاسم اللي تحت ده كله هشيله تمام، اغير النيم بتاعه اسميه اس بي اي اسمي اسم الريسيت اسمي ده كده ريسيت او ار اس بي على طول تمام، احط الفاليو بتاعت المقاومه دي 102 او 103 يعني 10 في 10 اس 3
ليه 10 كيلو، ده خلاص 22 ب 16 ميجا. باقي لنا ايه بقى؟ نيجي هنا ناخد البورتس دي كلها. الجميل هنا في الاي سي ده بقى ان هو عامل حاجه حلوه، او في اللايبراري دي لو انت هتشتغل كاي في ار، بص عامل لك ايه؟ بيقول لك كل بورت انا رصصه لك. انت عندك البورتس من اول ايه؟ يعني هتلاقي هنا كده ادي بورت ايه من اول بي اي 0 لحد بي اي 7 8 بنات، اللي بعده بورت بي من اول بي بي 0 لحد ايه؟ بورت بي 7، بورت سي من اول بي سي 0 لحد سي 7، دي اي اف، بعد كده جي 6 بنات بس، اتش جي 8 كي 8 ال. تمام. فاحنا هنيجي نجيب ايه؟ نكتور 8 اطراف، هجيب كده بين هيدر 8 اطراف 1 في 8 تمام الشكل ده، واجي على كل بورد واروح جاي اعمل ايه؟ ادي كونكتور، وادي الكونكتور اللي بعده، وادي الكونكتور اللي بعده، وادي الكونكتور اللي بعده. هنسيب ده دلوقتي ونرجع. تمام. الشرط ان انت لو هتعمل حاجه زي دي تطلع كل البنات، يعني انا مثلا البورده اللي انا كنت عاملها كنت مطلع بنات الكوميونيكيشن اللي انا محتاجها بس، البورده اللي هي الصغيره اللي انا كنت مريها لكم قبل دي، غير اللي هي كان قبلها اللي هي كانت 84 خط. اجيب واحد في 6 عشان اخد ايه؟ بورت جي. ادي بورت جي. يعني اجي بقى اسمي البورتس، يعني انا سميت دلوقتي حطيت كذا من هيدر لكل بورت، عايز اسميه ماشي، ممكن اخد اللايرز كلها واظهر بس الايه؟ السيمبلز عشان اعرف اسمي. اسمي ده بورد ايه، تمام، اللي تحته بورد بي، بورت سي، ثواني هنرجع نمسح ده احسن. اظهر اللير تاني، معرفش حد خد باله من اللي حصل ولا لا، بس كان في كونكتور ما كانش ايه؟ ما كانش واصل اصلا. انا هاجي انزل تاني الكونكتور الواحد في 8 عادي، يعني مش شرط تعمل زي ما انا عملت كده ان انا ارجع ده كله، فاهمني؟ انت ممكن تعدل بس الكونكتور اللي موجود. ويا ريت تاني فضلا وليس امرا محدش ياخد كلامي قران، يعني محدش ياخد الكلام اللي انا بقوله زي ما هو، دوروا وشوفوا، يعني انا بقول لكم في كورسات وفي حاجات، دوروا وشوفوا برضو المعلومات اللي موجوده، ديزاين رولز، اتفرج على الكورس اللي موجود، ان الكورس مهم جدا. انت الكورس لو اول 10 فيديوهات او اول 15 فيديو يمشوك كويس في اي كورس ديزاين، لان انت بعد كده جزء السيجنال انتجريتي والهاي سبيد والكلام ده انت مش هتحتاجه دلوقتي نهائي. يعني لسه اما تتعمق واقع قدام شويه بعيد بعيد قوي، يعني هتحتاج الحاجات دي، تكفيك تبقى عارف الباكجنج والكلام ده كله، ده اللي انت هتحتاجه في البدايه عشان ما حدش يستصعب الموضوع. وممكن تمشي فيه بارلل مع اي كورس، يعني زي الكورس اللي احنا مثلا الفيديوهات اللي احنا مسجلينها دي ممكن تمشي بارلل الاثنين مع بعض، بس تخلص اول 10 فيديوهات قبل ما تدخل كده على الاقل، تكون عارف الباكجز المختلفه، اشكال المكونات، ايه الفرق بين دي اتش تي والاس ام دي. احنا يعني المفروض ان احنا اتكلمنا عن الحاجات دي. تمام. انا هاخد برضو اللايرز تاني واظهر السيمبل بس،
سمي تاني البورس بورت ايه بورت بي بورت سي بورت اي احتاج برضو ايه اللي احنا فيه دلوقتي هنسمينا ده دي صح ورسل لو حد يسأل في حاجة يسأل واحنا شغالين كده انا كده وصلت ايه البورتس الاساسيه ممكن اجي اعمل لهم موف بره والله إيه انت عندك البرنامج افتح اشوف هل فيها الـ ATX سيريز ولا لا يعني دي اسئله خلاص بقى المفروض ان انا ما تسالنيش انا في الاسئله دي تدور شوف البرنامج ذات نفسه انما لو حاجه يعني حاجه تكنيكال او حاجه مش موجوده ارد عليك ما عنديش مشكله يعني انت لو جيت المفروض هتفتح كده تروح على سبارك فون انا كنت جايب لك سبارك فون مايكرو كنترولر اهي هتلاقي فيها الاف ميجا اهو اي تي تايني تمام هتلاقي فيها الاس تي ام فئات معينه برضو من الاس تي ام وحتى لو ما لقيتش الحاجه اللي انت محتاجها هنا هاتها من بره هاتها من جيت هاب مثلا يعني الناس ما لقيتش تي اتش 48 جي بعتولي قلت لهم من على جيت هاب وبعتهولي هتلاقيها موجودة على جيت هاب بعدين لما تيجي تدور ما تدورش على السيريز كلها دور على كنترولر معين وحمله عادي ممكن يبقى حد عامل كنترولر لوحده اللي انت محتاجه جيت هاب تمام اظهر انا بقى الستاندرد شو لايرز مع الفنس اوكي تمام يا شباب ماشي ما انت ده اللي انت بقى بتقدره بالداتا شيت الميكانيكال دايمنشن هل دي هتبقى مظبوطه ولا لا فاهم قصدي؟ ما لقيتش حاجه ممكن انت ترسمها انت ممكن تعمل كريت لايبراري عادي طبعا معاك الميكانيكال دايمنشن السي اتش 340 جي ده انت كنت ممكن تلف عليه ملوش داتا شيت فيها ميكانيكال دايمنشن دي اللي هو الخاص باليو اس بي 2 تي تي ال تمام يا شباب احنا كده نزلنا ايه بورت الكول كنترولر ممكن ننزل ايه تاني لو هنعمل يو اس بي 2 تي ال هنجيب برضو السي اتش 340 هو موجود هنا على طول وانا سي
640 جي هنزله هنا مثلا لوحده كده واجيب يو اس بي كونكتور ممكن تيجي تجيب مثلا ده في ميل وهنحطه على البوردة ايه تاني الحاجات دي انا محملها من بره فانت ممكن تلاقيها في سبارك فان لايبراري في يو اس بي كونكتور ممكن تحمله من بره يو اس بي تايب سي مش موجود مش هتلاقيه موجود في السوق هتلاقي موجود بريك اوت بورد اليو اس بي تايب سي انما مش هتلاقي اليو اس بي تايب سي يو اس بي تايب سي لو لقيته موجود هتلاقيه غالي انا سالت عليه في محلات الصيانه الناس قالوا لي ممكن ادهولك بس هبقى لك الكونكتور الواحد او اليو اس بي الواحد ب 30 جنيه او ب 40 جنيه قلت له لا مش عاوز تمام يا شباب بقى ايه تاني انا بقولك لازم نتأكد ان الحاجة موجودة الاول خلينا نيجي ناخد كمان نسخة بقى من الكريستالة بالمكثفات دي لو انا سبتهم بنفس الاسم كده هيكونكتوا مع اللي هناك انا هسمي ده اكس انبوت وده اكس اوت اوكي وارجع على ده اعمل بريك اوت تمام بي اسمي بوزيتيف 5 فولت ايران اسمي تي اكس ار اكس ماشي ده هيبقى 3.3 فولت دي بلس دي ماينس دول كان ترتيبهم ايه بقى بالنسبة لنا ده كان في سي سي صح في سي دي ماينس دي بلس جرام عشان نتأكد يو اس بي فيميل في حد سايب ال قنديل انت ناسي الكاميرا مفتوحه قنديل يو اس بي فيميل طيب جراوند دي بلس دي ماينس 5 فولت يعني ترتيبهم 5 دي ماينس دي بلس جراوند ده كده 5 بس ده عشان ما نعملش فولت ده كده بس 5 دي ايكوال ده دي ماينس ده دي بلس ده جراوند اوصل دول كده
بالجراوند. الشيلد ده اللي هو البادي بتاع اليو اس بي، عشان كده كان حد بيوصل في الورشه، انا قلت له حاول الاسلاك تقريبا كان محمد هاني، ما تخليش الاسلاك تلمس اليو اس بي كونكتورز من بره، هنا تبقى ده بيبقى جراوند. لو السلك اللي انت موصله من بره ده فيه جهد هيعمل شورت سيركت في الدايره. تمام. غير الفاليو بتاعت دي بقى تبقى 12. ال ار تي اس ماشي. عملت سيف دلوقتي، هنسمي دي ميجا 25 60. بريك اوت طبعا. انا عايز اشوف ال البورد اللي قبل كده كنا موصلينها في اليو اس بي تي ال سيشن 9 سكيماتيك. تمام. ودي من على الدي تي ار، ماشي على الدي تي ار هنا نجيب مكثف 103، ناخد اي مكثف من دول كده. ادي الدي تي ار رقم 90، عشان ما نعملش كده بقى مكان شكلها محترم شوية. ده بره كده غير الفاليو بتاعته وخليه 103، سمي ده دي تي ار، سمي ده كده دي تي ار. هنعمل حركة دلوقتي، يعني يعني ده ممكن نوصله بالريست وممكن لا. البورده اللي هنعملها هتبقى كانها كده اللي هو ايه اي في ار كيت، تمام، بس للكنترولر ده بس. طب انا دخلت الدي تي ار هنا على المكثف، الطرف الثاني المفروض يبقى ايه ريست. لا انا هاجي هنا احط جامبر، هاجي كده على حرف الجي هنا في لايبر اسمها جامبر اهي. الجمبر ده بيبقى نفس الرسمه اللي قدامك دي كده، اتنين بين هيدر جنب بعض هم مش واصلين ببعض، بس ممكن لو انت حطيت عليهم في حاجه بتتشهر من عند طور الكترونكس اسمها جامبرز. الجامبرز دي بتتركب في البين هيدر من فوق، هو بين هيدر في ميل بيركب بيوصل الاثنين بين هيدر اللي جنب بعض ايه ببعض. فانا لو جيت هنا حطيت وصلت الريست هنا والطرف اللي خارج من المكثف هنا، لو انا مش عايز اوصلهم ببعض هعمل ايه؟ هشيل الجامب. طب لو عايز اوصلهم ببعض احط الجامبر ده. تمام. دي فيها مشكله، يعني احط دي بحيث ان انا لو مش عاوز اوصل اليو اس بي تو تي تي ال هشيل الجامبر، عايز اوصله احط الجامبر ده. تمام يا شباب. الطرف الثاني هاخده على ايه؟ انتظار الحد اللي ما كانش مركز وهيجي يقول لي احنا عملنا ده ليه؟ حطينا الجمبر ده ليه؟ في مقاومة 1 كيلو زي ما اتفقنا بقى، الغلطة اللي كنت نسيها قبل كده في ال سبارت فان ريزيستورز. عشر زيرو ستة ماشي. هناخد واحدة هنا كده وواحدة هنا وواحدة تانية هنا وواحدة تالتة هنا. ايه تاني؟ ال LED 0805
مقاس مثلا ليد 0805 اهو موجود في لايبرري اسمها فيدجت. مش عارف هنا ده شغال فيها كود برنت على طول في البلس زي ما تعرفي برضه انا هحملها. اجيب انا واحده هنا كده واحده هنا ونحط الباور عشان الناس الزعلانه الناس ما حطناش الباور المره اللي فاتت. هاجي كده اسمي الليد دي خاصه بالباور الليد دي 1 كيلو. دي 1 كيلو برضو 1 كيلو. نفس الكلام هنا دول هيتوصلوا بالخمسة فولت. وعلى حسب بقى ما نسمي ده هنا كده لو ده ار اكس ده دي اكس يبقى نخرج من هنا ايه ار اكس او مثلا او ار اكس 0 ده دي اكس 0 تمام. نفس اللي عملته فوق هنا هجيب جمبرين ممكن تيجي تعمل موف كده للتكست اللي تحت ممكن نغير برضه اسماء الليدات عشان ما نحطش اي كده خاصه بين ايه دي اكس دي خاصه بالار اكس عشان برضه ممكن نغير اسمه ار اكس جي
مش هنحتاج يعني، ممكن نعمل جديد خالص كده، بس انا مش هحتاجه هنا دلوقتي، نفس الكلام. لا ماشي، ده متوصل من دار اكس جي، هنسمي ده تي اكس جنب. نسمي ده بقى TX سي مثلا، يعني TX بتاع كنترولر، وده ال RX بتاع الكنترولر. تمام، هاجي هنا فين ال TX 0 وال RX 0؟ اهو TX 0 اهو و RX 0. هقول له انت يا عم TX 0 هيبقى اسمك ايه؟ TX سي، وانت يا عم RX 0 هيبقى اسمك RX سي. تمام، ده ايه تاني؟ هركب في حاجة تانية هنا كده كده، جزء اليو اس بي خلص، هدت الباور تمام، هنا ده جزء الانديكيشن تمام. ممكن كده بقى اروح هنا اعمل الجزء ده كده، قول يا حازم. معلش اخر جمبرين جبتهم دول ليه؟ اه ده الحد النايم اللي انا كنت بتكلم عليه، الجمبرين اللي انا حطيتهم دول قلت عشان لو انا حابب اوصل اليو اس بي تي تي ال او مش حابب اوصله، فاهمني؟ يعني لو انا عايز اوصله هوصل الجمبرين دول، فاليو اس بي تي تي ال هيبقى متوصل بالكنترولر، مش عايز اوصله بالكنترولر واستخدم البنات بتاعته من بره على طول، خلاص استخدم البنات بتاعته ومتوصل على البورده بس، فاهمني؟ ايوه ما انا حاطط جامبر للدي تي ار. تمام، مش هم ثلاث بنات؟ لا 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 لا، ما انا عايز افصل الثلاثه او اشغل يعني عايز اوصل اليو اس بي تو تي تي ال او ما اوصلوش خالص. تمام؟ طيب باقي لي هنا ناخد دول كده منهم اثنين، خلي دول للبولت 5 فولت عشان النويز ريدكشن، ودول هنخليهم للثلاثة وثلاثة من عشرة فولت اللي احنا لسه ما نزلناهوش. تمام، باقي لي ايه تاني؟ باقي حاجة تاني؟ هنزل ريجليت انا كده، هشيل الجزء ده كده ام اس ده ريجليتور مثلا 5 فولت. تمام، وانزل كمان واحد زيه بس ايه للتلاتة وتلاتة من عشرة فولت. انا هاجي كده اعمل نيم، اغير الفاليو بتاع ده خليها ايه 3.3 فولت. تمام، اخد الاوت بتاع ده ادخله على الفي ام بتاع ده، الجراوند بتاعهم اتوحد. تمام،
سم ده جي ان، سم ده جراوند خمسة فولت بوزيتيف بقى، تلاتة بوينت تلاتة من عشرة فولت، تمام. محتاج احط، ممكن حد يستخدم ادابتر صح؟ احط مدخل ادابتر او الجاك، تمام. من دول من السيشنات اللي فاتت عرفنا ان دول ستاندرد جراوند، وده ايه البي ان. عايز تحط انديكيتور مع الخمسة والجراوند، انت كده كده دي هتبقى شغالة على طول الباور، لأنها متوصلة هي مع البوست خمسة والجراوند، فدي هتقول لك على ايه؟ خمسة فولت باور. ممكن نغير النيم بتاعها كده، باور خمسة فولت، تمام. ممكن نجيب واحدة كمان هنا، أنا هاجي أقول له كده هات لي دي كوبي 3 و3، وهات لي اللي دي كمان 3. يبقى انا كده عملت ايه؟ انديكيت للخمسة للثلاثة وثلاثة من عشرة. بس هاجي بقى اغير النيم بتاع دي، خلي ايه؟ ثلاثة وثلاثة من عشرة، تمام. في ايه تاني؟ طب خلينا نشوف كده لو في هنا سيرش على الاي اس بي، لو لقينا الكونكتور بتاع الاي اس بي ممكن نحطه برضه. لا مش عايز احط ال مش عايز احط الاي اس بي اللي هو بص يا شباب، الاي اس بي كونكتور ده يعني انا لو رحت بره كده ممكن ننزل بن هيدر باسمه ونشوف بس ترتيب البنات ونرقمه، بحيث لو حد حابب يستخدم واي فاي مع البورده يبقى عنده ايه؟ الاي اس بي متركب جاهز على البورده. اي اس بي 82 66 عايزين الموديول اللي هو بالشكل ده، بس هنجيب ترتيب البناء بتاعته. تمام، ده ترتيب البناء. هتحتاج منه ايه؟ تي اكس، تي اكس والار اكس والاي سي سي. خلينا نشوف صورة تانية اهي، دي اوضح. محتاج التي اكس والار اكس
واللي فيه السي في الجراوند، باقي البنات مش محتاجة في حاجة. تمام، ترتيبته اهي مع ال مع الكنترولر، وهنا ندخله هارد. النت انيبل تقريبا. شوف احنا ترتيب بقى دول زي ما هم كده. انا لو جيت هنا ممكن نجيب برضو ايه، يعني نجيب اس بي 82 66 ايجل لايبر. هروح على الدي اي واي موديول بحيث ان انا ابقى شايف شكل المكون، يعني انت بتحمل على جيت هاب مش هتشوف شكل اللايبرري الا لما تحملها وتضيفها على البرنامج. مش ده اللي انا محتاجه ولا ايوه ده اللي انا محتاجه. تمام، ده شكله اهو شكل الموديول، وجايب لك البرنامج. باجي كده اروح جاي ضاغط عليه. تمام، ده شكل الموديول، اعمل له ايه؟ داونلود. تحمل هنا اهو لايبر اسمها دي اي موديولز. نيجي لك الداونلودز على كنترول سي دوكيومنتس، اروح على الايجل، على اللايبرز، على كنترول دي. باجي هنا على الكنترول بانل بتاع البرنامج، افتح اللايبرز، على ايه ده دي اي اي موديولز اهو. هضغط بس على النقطة الجري دي، اعمل لودنج شوية وهلاقي الضغط اللي هيبرد عندي. تمام، اجي هنا حرف الدي دي اي واي تايب. أنا عايز منها إيه؟ الـ USB بيت الوايرلس. هتطلع هتطلع شكل، هتطلع صورة كمان للشكل بتاعه. تمام؟ أقول له أوكي. أجي أعمل بريك أوت بنز بالنيم. هو الجراوند وصلهولي، وده أوصله بالتلاتة وتلاتة من عشرة. تمام، الـ TX ممكن برضو نسمي ده TX واحد مثلا، وده يبقى RX واحد. تمام،
لا انا اشوف بقى البناء بقى متوصله بايه. تي اكس بتوصل بالار اكس اللي تحت الانيبل، انيبل والريست، والانيبل والريست والثلاثه ثلاثه متوصلين مع بعض. يبقى الانيبل بي اللي هو الشيب بي دي هنسميها، او هنوصل تبقى ثلاثة وثلاثة، الريسيت ثلاثة وثلاثة، ده سميناه ار اكس، وبي سي واحد ثلاثة وثلاثة، وبي ست. بس دول كده ايه كل اللي بايه الموديول ار اكس مفصل بالتي اكس. تمام، عايزين بقى نحط جمبرات بين دول هما كمان. انا هاجي كده اخد نسخة من الجمبر اللي كان هنا ده، بس هاخده بايه عشان بقى يكون شكلها محترم كده. هنسميهم ده تي اكس واحد، تي اكس واحد، يبقى ده ايه ماشي، ده ار اكس سي اللي هنا، ده ار اكس واحد، يبقى ده تي اكس سي. تمام، هاجي هنا كده اقول له اي اس بي او تي اكس اي ار اكس اي خاصين بالاي اس بي يعني. تمام، نغير الفاليو بتاع ده عشان ما يطلعليش الاسم المكلكع ده هنا، نشيل ده خالص، نسميه اي اس بي 86 66. تمام يا شباب، الـ ESP لوحده مش هيشتغل من غير ما احط له مكثف، لازم المكثف 10 مايكرو فراد بارلل مع البنات بتاعته. فانا هاجي على سبارك فان لان هو بيحتاج جهد يبقى ثابت على الاطراف بتاعته، وبيحتاج تيار عالي حوالي 600 مللي. فهاجي على سبارك فان كاباستور المكثف 10 مايكرو بولارايزد. تمام، هاجي هنا على الطرفين دول عادي، ممكن تحط هنا برضو على طرف خمسة واحد، وعلى طرف ثلاثة وثلاثة واحد، مش عايز أعرف حاجة، ثبت الجهد على الاثنين. بس أنا لما أجي أحط ده بقى في البي سي بي أخليه قريب منين؟ من الكونكتور بتاع الإي إس بي. يعتبر كده خلصنا هنا، خلصنا الجزء المهم بالنسبه لنا، وصلنا للفي سي سي كله بالفي سي سي، الجراوند بالجراوند، والاي ريفرنس وصلناه على كاباستور 104 في الجراوند، وده واحد من 10 مايكرو فراد معناها 104. يعني ممكن نيجي نغير الفاليو كده بتاع كله عشان محدش يتلخبط. 104 هي المكثفات العدسيه، 104 104 يا عم الحاج.
تمام، سمينا دول، سمينا دول وده سميناه. هل في حاجة تانية عايزينها؟ في حاجة تانية ناقص؟ كونكتور، اه اليو اس بي ده انا افتكرت ان ده، فاكرين لما جينا ننزل ده كنا كان شكله ايه؟ انت حسيت باكج كده، ده كان فيه ميل يو اس بي، ده مش هينفعنا، ده فيه ميل وانا اللاب اصلا فيه ميل، يعني انا عشان اوصل ده للاب محتاج وصله تكون ميل ميل، يعني الوصله اليو اس بي تبقى من ناحيتين زي بعض، فمش هينفع، فانا محتاج اغير وصله ايه؟ اليو اس بي. اهو فاهمين قصدي؟ يعني ده شكل اليو اس بي، فده مش هينفع، خلينا نجيب وصلة يو اس بي بتاعت الاردوينو الاونو او الميجا، نشوف مثلا يو اس بي خلينا نيجي هنا سيرش عن يو اس بي. ده شكل كده من اشكال الايه اليو اس بي اللي احنا محتاجينها، بس خلينا ننزل برضو في هنا من يو اس بي. ايوه تمام، ده اول شكل اهو، ده شكل اليو اس بي اللي موجود في الاردوينو الاونو. تمام، طبعا عايزين نشوف شكله في ال واسمه من يو اس بي، عايز اجيب لكم لو في حاجه فيها 3 دي موديل اهو، ده 3 دي موديل ده اهو، عايز اشوفه تشوفوه فيس تو فيس كده مش هيبقى ظاهر اهو، ده حلو، ده واضح اكتر. اقول له موجود في اللايبراري اللي اسمها كونكتور يو اس بي فيوجن الكترونكس. انا بقى احذف ده، نوصل كده بالبي سي سي، نشيل بقى نشيل دول، يلا يلا بريك اوت النيم يس، نحط ده وده نوصلهم مع بعض، نشيل نشيل بالجراوند يس، خليني ده باك جراوند، ده دي بلس ماشي وده دي ماينس، ال في سي ده خليه بس 5 فولت. تمام كده يا شباب، طيب عملنا الجزء ده، ممكن بقى نظبط ده كده، هي هي
دلوقتي يعني اللي احنا هنعمله ده بقى ترتيب بس ايه للسكيمات. هنغير النيم ده نشيله خالص، اعمل فاليو، نغير الاسم في اكس بي، حاجة مثلا ناسينها، حاجة مش ضايفينها، كده تقريبا مش ناسيين حاجة. create from schematic ماشي. انا نرجع الاول، انا قلنا عايزين نرتب ده، احنا بقالنا كذا مرة ما بنرتبش ايه الشغل اللي بنعمله. قلنا مثلا move group كده كده هنا، ممكن انا مثلا دلوقتي كنت على جروب حلو واخترت حددت المكون، ممكن كنترول ام اتنقل للايه للموف استخدم الشورت كاتس، او كنترول ار اتنقل، يعني انت ممكن تشوف الشورت كاتس بتاعت البرنامج او بتاعت الدل اوبشن اساين، هتلاقي هنا الشورت كاتس بتاعتك كلها اهي. تمام، تلاقي مثلا كنترول ام، كنترول ام اهي تنقلك للموف، شيفت كنترول بي تنقلك للبوليجون، شيفت كنترول اس تنقلك سماش تكست فاليو واير جريد وهكذا. تمام، ممكن تعدل حاجه من دول، ممكن تضيف حاجه جديده براحتك انت بقى. فانا مثلا خلينا انا هاجي على كنترول ام دي نخليها ام بس، اقول له شينج خليها ام بس من غير كنترول. لازم احط حاجه معاها، بيقول لي الكلام ده مش هينفع غير لو احط ارقام بس، يعني بيقول لي مش هينفع لو انا عايز اختار رقم من 0 لـ 9 هو بس اللي هينفع، ما اختارش معايا ايه كنترول. او حتى نص الرساله تاني assignment for standard key من 0 ل 9 or A to Z is only possible together. يعني لازم حتى من 0 لـ 9 او من A لـ Z لازم اختار ايه معاه كنترول او الت. مش مشكلة أقول له كنترول إم، مش مشكلة، أو كنترول بلاش أر. تمام، هو أكتر تول أنت بتستخدمها تقريبا الجروب أو اللي هي دي. تمام، أنت لو جيت تشوف كده ويندوز أوبشن أساين بدنا تكون إيه كنترول جي مثلا، مش معمول لها أساين أصلا أعتقد. أن جروب نيو جروب كنترول جي اهي. تمام، يعني لو انا جيت دلوقتي على موف كده وضغطت كنترول جي، لا ده كريت جروب، ده جروب اوبشن اساين، خلينا نضيف اقول له نيو جروب. ماشي، هنخليها اف واحد مش مشكله. انا لو كده ضغطت في واحد نعمل ايه الجروب اهو بدل ما يفتح لي الهيد. طيب سلكت مثلا دول كنترول ام موف جروب، ارجع تاني واحد سلكت دول كنترول ام مثلا جزء النويز ريدكشن، هاتلي ده وكده اهو جروب. انا عشان شغال بماوس خارجي فانا خلاص اتعودت على الماوس، اعمل شورت كاتس مع ان انا ايدي على الكيبورد ده برضه وايدي على الماوس، يعني ما اعرفش اشتغل من غير واحد بس.
ماشي، ممكن ناخد ده بقى كده زي ما هو الجزء ده، أو نجيب الجزء ده كمان معاه. ادي جزء الايه الباب، نيجي هنا ممكن اعمل كده بروف اختار فريم، اخلي لون الفريم ريد مثلا، ممكن اجي بقى جوه الفريم ده ارسم لاينز، اكبر السمك بتاع اللاين زي ما انا عاوز، ادي كونتينوس ماشي. نقسم بقى القالب بتاعتي كده، عايز اكتب بقى ان كل حاجة كده دي خاصة بإيه، اجي على تكست وليكن ده مثلا ده المين كنترولر، اي تي ميجا 25 60، اكبر بقى اخلي احط ده فيكتور، اخلي الريشيو بتاعت 20، أكبر الخط بتاعي كده زي ما أنا عاوز، ممكن أجي هنا أقول له 4 من 10، مش محددنا على حاجة يعني. تمام، إي إس بي 82 66، تمام إس بي أوي نويز ريدكشن، مش هتيجي جنب بعضها عادي، هعمل كده شيفت انتر خليهم ايه تحت بعض، تمام جاي لك هنا ايه يو اس بي تو تي ال، هنا باور سيركت، تمام كده ظبطنا اللاي اوت بتاعنا. نروح بقى ظبطنا الاسكيماتيك، نروح للاي اوت كده، تروح اللاي اوت وانت مستريح، مش مستريح قوي يعني يعني هتستريح بس مش مستريح قوي. خلينا الاول نحدد ابعاد البورده، خلي الجريد الاول فيو، الجريد هنخليه بالملي، زي ما اتفقنا بنخليه أصغر ما يمكن 25 من 1000 كده مستريح. بقول له اوكي، لا ده حاجات بسيطة يا حازم، ده كلها يعني حاجات بسيطة يا جماعة والله. هنيجي نعمل ايديت للديزاين رولز كليرنس، زي ما اتفقنا نخلي كله ايه 2 من 10 ملي، 2 من 10 mm عشان أصغر مسافة بين التراكات كانت أقل إيه؟ أقل من 3 من 10 ملي، والمينيمم ده سايز خليه كام؟ ممكن أخليه برضه إيه؟
2 من 10 تمام، بس ده اللي انت محتاجه حاليا. اقول له اوكي. طيب خلينا بقى نحدد كده ابعاد البورد. هاجي هنا انا مثلا خلينا هشتغل على 10 سم مثلا، يعني هقول له كده خلي دي 100 100 تمام. اقول له اوكي ان شاء الله الرصاص اقل من كده يعني. طب خلينا نقول له خليها 5 في 10، 5 ولا تبقى صغير قوي؟ خلينا نشوف كده بعد هذا بقد ايه 15. لا تاني المشكلة حاطين كله، خلينا 10 في 10 مش مشكلة. اقول له نقل كده الكنترولر في نص البوردة، اخفي لي الاير وايرز دي unrouted. اوكي قول الباشا ده نقول عند البوزيشن كام بقى؟ 50 و50 تمام في نص البورد. طيب في مين تاني عايزين ننقله؟ ده اهو ممكن نعمل له موف الاول كده بحيث نعمل استيميشن بس كده او تقديرا هيبقى ارتفاعه قد ايه من الحرم. واجي كده اظبط بقى اقول له خليه عند البوزيشن 50 وارتفاعه 10 مثلا، اقول له اطلع تمام كده تقريبا بالظبط ايه ركب على الحرف بتاع البوردر بالظبط وفي نص البوردر تمام يا شباب. ده ايه تاني؟ كده 3 في 16 ماشي. الجمبرات اتش 48 جي هجيبه على طول هنا كان بي اس بي ده مش عايز افتح حاجة خليها هنا كده. تمام الكونكتور ده برضو خلينا نجيبه هنا هذا ولا عند 25 مثلا، عند 25 ارتفاع 11 بس تمام. ممكن ناخد بقى البوردز كده بالترتيب، اقول له ده مثلا بورد ايه كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ماشي 11 احنا بنختار الجمال ده كده مع بعضه نعمل اونلاين سنتر ديستريبيوت هاجي على ده اهو اعمل له روتيت تمام. ده ايه؟ احنا كده خدنا اي بي سي دي بعد كده الاي بعد كده الاف بعد كده الجي هاجي هنا اجيب السبيد اهو خليه هنا خلي السبيد هنا
نص البر ده كده، اللي ده هنا كده، اللي ده هنا. وده كده عرفت قد ايه من بعد قد ايه من بره. اوكي بوزيشن 95 عنده 96 مثلا، عنده 43، اللي كان 40 96. اختار بول تاني، اللاين ديستريبيوت نفس كما خلى ده على ارتفاع 4 من فوق، يعني على ارتفاع 94 يبقى 96. دي 85، أرجع شوية خلي مثلا 84 3 ماشي. خلي ده على نفس الارتفاع 96، وده بدل ما هو مثلا 29 نخليه مثلا 25، بحيث نعرف نحط الـ ESP براحتنا. وابدأ كده أحرك الـ ESP. ممكن أجيب ده كمان شوية كده، خليه عند 20 مثلا. ده بقى خليه عند 105، وده عند 40 بس. عند 4 ده عندي كام بقى؟ 89، 90 مثلا، and share هيتس بقى اسم الدايرة ايه؟ احنا هنعمل دايرة اي في ار مبنية على كنترولر 2560 اللي هو الميتريك. تتابع معانا بقى، ولما الفيديو ينزل برضه ايه شوفيه تاني بالتفصيل. جي اتش جي ما تهزرش معايا، تتغلب يا نادر. خلينا نقلل ده شوية، عشان ده 40 نخليه 20، هيبقى 40 مثلا، 40 بس.
تمام عندي بقى كام؟ 96 لا 96 ثاني مثلا ستة وتسعين وده عندي عشرين ده على بعض أربعة وارتفاع مثلا 85 كان ارتفاع كام عشان يبقى كله سيمتريك؟ 86 يبقى ده ارتفاع 86 عند أربعة وارتفاع عشرين تمام يا شباب دي البوردة أنا عايز أجيب ده شوية كمان كده وأخليه مثلا بدل ما هو عند 40 نقول له مثلا إيه خليه عند 36 مثلا لا راح كمان 1 مللي يبقى 39 38 9 تقريبا كده سيمتريك مع البورتس اللي جنبها اللي حواليها طيب باقي تاني دول خلينا نعرف بقى الاير وايرز فرح بنت العمدة ده ماشي شايفين النور منورين يا جماعة من الريسيت نشوف أقرب مكان هيوديني بيت فين هنا احنا هنعمل راوت الصبح يا اخوان لو ممكن ما نعملش راوت السيشن ده يعني بنسبة كبيرة اصلا مش هنعمل راوت السيشن هنحط بقى بالنت الاس بي اي هنا ستاشر ميجا نجيبهم هنا كده وبعد كده نعمل اير واير نشوف هيوديهم فين هادي بالنات هم نحطهم قريبين من بالنات بتاعتهم ده ايه كريستال ال 12
جامبرز بتاعت تي اكس جامبر ار اكس جامبر. ممكن نطلع ده فوق شوية 50 زي ما هو ده 60. ده مين؟ الـ RX. ده بتاع الماستر كير. دي هنا كده. وأعمل لها إيه؟ دي كده يا شباب في اللير اللي تحت. يعني الحتتين دول هم ده في اللير اللي فوق السويتش اللي هو رجوله الخضراء ده يبقى في اللير اللي فوق المقاومه في اللير اللي تحت والاثنين في نفس المكان. دي عشان كده مستخدم ايه دبل لين. انا بستغل المساحات اللي موجوده معايا. تي اكس وار اكس ممكن اجي كده ريبوزيشن اتريبيوت اقول له النيم والفاليو مثلا او النيم بس خلي لي النيم فوق في النص زي ما عمر كان بيقول لنا كده والفاليو خلي لي الفاليو تحت تمام. والله يا اخوانا البرنامج عظيم بس محتاج حد يهتم بيه يعني محتاج حد يدور كده ويشوف الاوبشنز اللي موجوده فيه. في حاجات كتير فيه كويسه. ده ايه تاني لسه اللي بدات دي الباور تي اكس وار اكس تي اكس هذه الـ RX. سيدي خلينا نختار بقى دول كده. يا عم ده ما ده. اللاين. ده مع ده واقول له والله تمام. اعمل نفس الريبوزيشن تاني المرة دي اقول له خليه لي فوق النيم اعمل تشينج سايز 6 من 10 change the line أو البونت بالظبط فيكتور تمام الشغل بالظبط الشغل والريشيو خليها 20% ماشي. خلينا انا ممكن اروح اعمل كنترول A اقول له تشينج فونت عشان لو في حاجه مختارها اي فونت ثاني غير الفيكتور تبقى فيكتور. واعمل تشينج تاني السايز خليه 6 من 10
ولا تشينج جروب، تشينج الريشيو، خليها 20 واقول له تشينج جروب. تمام كده كل الخطوط ايه زي ما انتم شايفين كده. طيب باقي لي ايه تاني؟ ابدأ بقى ايه احط كونكتورز زي ما انا عايز. ممكن نخلي دول زي ما هما كده، خلي دي تحت، خلي دي تحت. وهتلاقي دول هنا الأحمر في لير والأبيض والأزرق في لير يا شباب، عشان محدش يبقى شايف الاتنين ايه في نفس اللير. أجهزة ده بتاع تي اكس، اه في واحد كمان كان بتاع الار اكس، الار اكس جمبر اهو. خلي الاتنين دول مع بعض اللاين سنتر. تمام ممكن اجي اعمل موف كده اليوم الاثنين واعمل ايه اخليهم كده مثلا. اجي اعمل ريبوزيشن اتريبيوت خليه فوق نيم باقي لي الريسيت جامبر. فين الريسيت جامبر اللي هو الجي بي 1 ده؟ خلينا نرجع تاني نسميه ايه ريسيت. ار اس تي جي، مش ما ينفعش اسمي اسم، ما ينفعش اسمي اتنين مكون بنفس الاسم لان انا بسمي السويتش ريسيت. اختار دول كده ثلاثة واخليهم اونلاين مع بعض ولا ديستريبيوت. اعمل تاني ريبوزيشن اتريبيوت والنيم. تمام دول الخاصين بال ESP هاخدهم وراح بيهم على ال ESP. سلكت الاثنين دول مع بعض كده اونلاين. الاسم ده بمزاجي كده باقي لي ايه تاني؟ قصفة 22 بي سي واحد Thank you.
مرة والله مرة كنت بصمم بوردة العميل، البوردة اللي هي بتاعت ال 84 خط دي، البوردة من كتر ما هي يعني كل حاجة عاملها فيها سيمتريك، كان في جامبر زي دول كده كنت ناسيه مش عامل له سيمترية أو مش عامل له ألاين، فالعميل لما جه يشوف البوردة قال لي معلش يا حضرتك ممكن تظبط الكونكتور ده؟ قلت له انت حاسس بالفرق، يعني انت حاسس بالفرق ان في كونكتور مش مظبوط، لان البورده كلها مظبوطه الا الكونكتور ده. فدي حاجات اللي هو ايه، انت مش يعني الحاجات اللي انت عمال تظبطها دي مش هتحس بيها لما تبقى البورده كلها ايه متظبطه. الاي ريفرنس ده لازم يكون جنب بنات الاي ريفرنس بتاعتي. مكثف لا 3 و3 هاجي هنا جنب الـ USB position for the name value of the data. Okay, now I'm adding value of the data. ايه تاني؟ خلي البار بس دلوقتي 3 و3 5. انا شفت هنا فين بينا الـ بتاعت
كنترولر تلاقي كذا بالنية كده مكتوب عليهم 5 و... مش عارف هتروح جاحد ده كده وعامل اكس نست اهو ادي بالنية الخمسة اهي بالنية ودي الجراوند جنبها اروح احطه جنب ايه بالنيتنج خليه زي ما هو كده في هنا تاني غير ده في هنا خمسة أهو بالنهاية تاني خمسة أهو باك جراوند بس نوسع لنفسي كده عشان أعرف أتحرك إيه تركات المرة الجاية تبقى حفلة راوتنج يا جماعة 5 فولت جراوند ماشي مع ده 103 مع الدي تي ار ماشي تعال 103 مع الدي تي ار يلا كله ده معاك ولا ايه؟ معاك يا ولد ايه بوزيشن اتريبيوت خلي لي النيم فوق والفاليو تحت تمام ده ايه تاني واحد من دول جنب ده واحد عشان الفولتج دروب والتاني عشان النويز برضه انا متبقاش بخيل انت بترص المكونات ممكن البي سي بي دي تبقى كبيرة زيادة ما تخبطش في المكثف أو ما تعملكش أزمة تمام ده جزء الباور ده بقى أهو خد أول واحد مين؟ أدي الخمس بعديه ثلاثة وثلاثة فكروني بقى ايه لو مش جنبها تبقى في مشاكل مش فاهم ايه اللي لو مش جنبه بالظبط هما فكروني السيشن الجاي واحنا بنعمل راوتنج دي نضيف هيت سينك تحت الايه تحت الريجليتورز دي او نشرح هنضيف هيت سينك ازاي او تعمل هيت سينك ازاي على البورد هو كويس نعم الصمت كويس احنا يعتبر 15 واحد فده شيء كويس
دية يعني، يعني انا داخل باكونتين، واكونت اي تريبل اي يبقى كده ثلاثة، وفي ناس برضه من اي تريبل اي فاهمني، بس كويس ان في ناس يعني. بقينا 14، يا ريتني ما قلت كويس ان في ناس. انتوا حلوين يا جماعة، ما تخرجوش. الناس اللي هتتفرج على الفيديوهات متأخر ادعوا لنا يا جماعة تتفرجوا على الفيديوهات. ريبوزيشن اتريبيوت، خلي لي الفاليو فوق كده والنيم. ايش تاني؟ خلاص يا اخوانا خلصنا، خلصنا الرص بقى، باير الراوتنج بقى يعني. السيشن الجاي انا وبطلع لنا 4 ساعات راوتنج ولا حاجه، لا يعني بالميت يعني 4 ساعات راوتنج. ماشي، بس 5 ساعات هنا كده. هبقى ابعت لكم الاسكيماتيك يا عم، اعملوا له الراوتنج لحد السيشن الجاي واشوف. السيشن الجاي تبقى بكره او زي ما تحب. خلونا، حد عنده حاجه بكره ولا خليها السبت؟ كده كده مفيش كليات، عشان محدش يقول لي عندي كليه السبت ولا لا. اسكيماتيك ابعت لك البورد بعد الذل ده، وبعدين ابعت لك البورد. طب ما انا، ما انا والله مش يعني، انا مش هتبقى متضرر في حاجه لو بعت لك البورد فاهمني، بس انا عايزكم يعني اللي هو ايه، تتعبوا شويه في الرص ده ذات نفسه، لان ده اللي بيعلم يعني. انت تطبق بايدك ده اللي هيعلمك، او ده اللي هيخليك تطور من نفسك فاهمني. برضه هنروح نجمع الاختيارين دول كده ونعمل اونلاين ليهم. مش لازم تعمل كله مع بعضه يعني، الفكرة مش في الكم، فكرة في الكيف، وان انت تطلع الحاجة مظبوطة. طب انت لو هتعد كام تاسك فهم كتير. برضه اعمله اونلاين مع ده. يبقى سيشن اتريبيوت، خلي لي النيم فوق. الفاليو تحت. ماشي، انا اقسم بالله ما كنتش متوقع ان احنا نوصل لحاجه زي كده في السيشنات، او ان الناس تبقى مستوعبه لحد دلوقتي انها توصل للليفل ده، فده شيء كويس. انت لو فاكر في اول سيشن انا قلت لكم ايه؟ ان شاء الله نعمل برده كده في النهايه، بيبقى الهدف ان احنا نعمل مشروع في النهايه برده من الاسكيماتيك لل 3 دي، نبقى شغالين على كل السيشنات يعني. شوف الحمد لله احنا عملنا كام برده لحد دلوقتي، ده شيء كويس يعني. بس كان هنا اهو.
خدت في العشرة مايكرو ده خارج من 3 و 3 كمان نسخة. عارف انت اللي هو ايه؟ كمان واحد اهو. يلا خلي كمان واحد هنا قريب من رجلي. تخيل مثلا انت ما حضرتش السيشن دي، انزل لك كده تاسك مطلوب منك البورده دي، تعمل ايه وانت ما تعرفش؟ بس احنا وصلنا للسيشنات، تبقى وضعك ايه ساعتها؟ بعد لك همسح البرنامج ده. والله انا مش تصعيب يعني، والغرض مش التصعيب ولا ان الواحد يقفلكم من الحاجه يعني، بس اللي انت كل ما الحاجه يعني تدرجنا يعني، ولله الحمد تدرجنا في المستوى من بادئين من ليد ومقاومه لحاجه بالمواصفات اللي قدامكم دي يعني. كنترولر 100 رجل ده اصلا حاجه كبيره. غير كده برضو الحاجة التانية موضوع السيرفس ماونت، أنا كنت دايما كنت بخاف اللي هو إيه، هو أنا إمتى بقى، إمتى بقى هشتغل سيرفس ماونت؟ إمتى هبدأ أعمل راوتنج للسيرفس ماونت؟ يعني السيرفس ماونت أنا بقالي مثلا 2 سنين ولا حاجة شغال سيرفس ماونت، قبل كده كان الشغل كله ثرو هوب. نفس بقى دي كده تمام. هنشوف شكل البوردة كده ده حتى الآن شكل ايه البورد سايد. أيوة ربنا يكرمك يا رب. أنا اللي استمتعت بحضورك يا مصطفى والله، من الشخصيات المحترمة جدا والناس اللي موجودة كلها يعني، مش حد بعينه، كل الناس استمتعت بحضوركم كلكم. أنا أعمل إكسبورت إيمج كده والله سيم نقول دي الايه توب لاير
نرجع هنا بقى نضيف ايه؟ ديزاين امتى؟ صح. هات النهارده كام؟ ماشي، مع ان احنا عاملينها قبل 12، يعني مخلصين الاسكيماتيك قبل 12، بس مش مشكله. نقول ايه 29 30 ابريل. عشرين، 21، نخلي اللون ده مختلف عنهم. بص مثلا 3 من 10، تمام. نعمل كده بقى ايه، فايل اكسبورت ايمج 600 بي اي سكيماتيك. سيشن رقم 10، انا الجهاز عندي وقف عشان الصوره الريزوليوشن بتاعتها عاليه، فانتوا بقى ايه عيشوا براحتكم. كنت حاط متصفح لو ما رضيتش تفتح في الوضع العادي يعني. بص انا حاليا هديلكوا صورة الاسكيماتيك وملف الاسكيماتيك والايه وشكل اللي اوت وترصوهم تمام وترصوهم. بس السيشن الجاي بقى ان شاء الله هنخلص اللي اوت مع بعض اللي هو يوم السبت، هيبقى معاكم انتوا الجزء اللي انتوا خلصتوه تعيدوه تاني، مش تعيدوه بقى تعملوا له رابينج. يبقى انا الناس لما تيجي تبعت لي الصور محتاج الصور زي ما انا رصص كده المكونات، بس ده كل اللي انا هحتاجه منك تمام. اكيد مش كل الناس هتعمل، يعني مش كل الناس هتعمل زي ما انا عامل بالظبط، يعني اكيد هيبقى في اختلاف تمام يا شباب. يبقى انا كل اللي محتاجه ترص بس البورده كويس، السيشن دي التاسك بتاع السيشن دي هيتسلم معاك بكره تخلصه، هتغير في اللون، وفي ناس هتبقى مش اكيد مش نفس الناس هتبقى منزله كل ترتيب الاسماء زي ما هي، مش كله يحط البورتال ده نفس الترتيب زي ما انا عامل يعني. بعدين السيشن مش هتنزل لكم على طول لان كل حد من التكنيكال في وادي دلوقتي، فاحنا على ما نتقابل واخد السيشن دي تبقى الاسبوع الجاي لسه تمام. بقى التاسك بتاع السيشن دي كده ترصوا بس المكونات زي ما انا رصصها، والسيشن بتاعت السبت ان شاء الله هنعمل لها راوتنج. هيبقى تاسك السبت ان انتوا تعملوا راوتنج للبورده، وبعد ما نخلص خالص انا كده كده الدوائر اللي عملناها في الدوائر اللي اتعملت كلها اروح جاي ضاغطها وبعتها لكم، بحيث برضو تشوفوا اللي اتعمل والاخطاء اللي انتوا عملتوها، ديزاين الرولز اللي كانت في كل فايل وكده، وتقارنوهم باللي انتوا حاطينهم وهكذا تمام. حد عنده أي أسئلة؟ طيب أي أسئلة في أي حاجة؟
تمام. بقول حد عنده أسئلة في حاجة؟ السيشن الأوفلاين هتكون الأسبوع الجاي بالكتير، هتكون يوم الأربعاء. يعني السيشن الجاية يا شباب، السيشن الاوفلاين اللي هيحضر السيشن الاوفلاين اللي هنعمل فيها اليو اس بي تي ال ان شاء الله باذن الله هيكون يوم الاربعاء ان شاء الله. يعني الساعة كام؟ يعني انا بالنسبة لي بقى عندي محاضرة يوم الاربعاء دي بتخلص الساعة كام؟ حوالي الساعة 11 مثلا او 12، يعني نتجمع الساعة 12 مثلا، نصلي الظهر ونتجمع، أو الساعة 1 زي ما تحب. بس أنا لو رحت ما لقيتش حد همشي، عشان إيه؟ تبقوا عاملين حساب، يعني الناس اللي هتحضر تأكد إنها تحضر، نزلوا فوت على الجروب شوفوا مين اللي هيحضر، عشان برضو ما نبقاش، عشان مش عايزين برضو ما... عايزين ما نبقاش كتير في الورشة عشان الكورونا وال ربنا يسترها يعني. طيب ما نوقف الريكورد يا مي. اوه.